اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك. اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه. المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن. من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس. دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا. اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي. التغيير اللي هيعمله في حياتك؟ أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا. أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا. إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات. من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت. مت؟ آه. I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him. And found Elisha the son of Shaphat. Elisha ibn Shaphat, who was plowing with 12 yoke of oxen before him. يحرس واثنى عشر فدان فدان بقر قدامه. And he was with the 12. وهو مع الثاني عشر. Then Elijah passed by him and threw his mantle on him. فمر إليه به وطرح رداءه عليه. And he left the oxen and ran after Elijah. فترك البقر وركض وراء إليه. And said, وقال, Please let me kiss my father and my mother and then I'll follow you. دعني أقبل أبي وأمي وأسير وراءك. And Elijah said to him, فقال له, Go back again for what have I done to you? اذهب راجعا لأني ماذا فعلت لك. So Elijah turned back from him. فرجع من وراءه وأخذ and took a yoke of oxen and slaughtered them and boiled their flesh. فدان بقر وذبحها وسلق اللحم بأدوات البقر. Using the oxen's equipment. وذبحها وسلق اللحم بأدوات البقر. And gave it to the people. وأعطى الشعب. And they ate. فأكلوا. Then he arose and followed Elijah. ثم قام ومضى وراء إليه. And became his servant. وكان يخدمه. This is Elisha's last supper. ده آخر حاجة عملها إليشا. He said goodbye to his own life by throwing a party for all his friends. قال باي باي لكل العيلة بتاعته وكل أصدقائه وكل الحاجات اللي لازم يودعها. It was the bonfire, the barbecue fire that makes it the most meaningful and memorable night of his life. وعمل إيه؟ عمل حفلة وشوى اللحم والبقر وده كان معناه ان هو في تضحيه بيقول لهم باي باي مش راجع تاني. Do you read the Bible and see what Elisha used to set the fire for the barbecue? تخيل إليا في الانجيل عمل الفاير، عمل النار علشان يعمل عليها الشوي. He didn't get some dry branches or wood. ما عملش، ما راحش جاب الخشب المرمي في كل حته. He threw his plowing equipment into the fire to set the fire. هو ولع النار دي ازاي؟ ما ولعهاش بخشب قاعد يلقاه هنا وهنا، لكن رمى كل الادوات بتاعته، كل الحاجات اللي كان بيستخدمها رماها في النار علشان تولع الحريقه دي. The equipment he used for his business. ده الحاجات اللي هو بيستخدمها في العمل بتاعه. By burning his equipment. هو بيحرق كل حاجه ليها علاقه باللي كان بيعمله. He's making a very important statement. هو بيقول هنا رساله مهمه جدا. I'm giving away my own life, my business. انا بدي كل حاجه بتاعتي، بدي البيزنس بتاعي. And I'm going to start following Elijah. وانا هبتدي اتبع ايليا. It was the end of Elisha the farmer. وبعدين ابتدى ان هو يخدم ايليا. It was the beginning of Elisha the prophet. وده كانت بدايه حياته
مع إيليا وخدمته مع إيليا. So it doesn't matter when you're trying to start a new ministry. ممكن تكون عايز تبتدي خدمة جديدة. A new career. مجال جديد. A new business. بزنس جديد. A new relationship. علاقة جديدة. A new dream. حلم جديد. Or a new decision to follow Jesus. أو قرار أنت عايز تاخده في تبعيتك ليسوع. The first step is always the most difficult. أول خطوة دي أصعب خطوة. You have to eliminate the possibility of going back. إنك أنت لازم تمنع من نفسك وتحط في قلبك إن أنا مش راجع يعني مش راجع للماضي تاني خلاص. In order to begin a new chapter in your life. عشان تبتدي صفحة جديدة في حياتك. You must end an old chapter of your life. لازم تنتهي من الصفحة اللي قبلها. Elisha didn't have to burn his plowing equipment. يعني إليشع ما كانش لازم يحرق الأدوات بتاعته. But he's making a statement of faith. لكن هو بيعلن إعلان إيماني. There was no turning back. إن أنا مش راجع تاني يعني مش راجع تاني. Whether it worked out with Elijah or not, there's no way to turn back. أنا مش راجع حتى لو عرفت إن أنا هكمل مع إيليا هكمل ما عرفتش برضو مش راجع. I'm going to go all in. أنا بدي كل حاجة إن أنا أتبع إيليا. Have you ever made a statement of following Jesus? Going all in your life for him. يا ترى عملت قرار مرة في حياتك إنك أنت هتتبع يسوع وترمي كل حاجة. One of our, you know, basic problem. حاجة من الحاجات المشاكل الأساسية اللي بنتعرض لها. We always want God to do something new in our life. دايما بنبقى عايزين الله يصنع أمر جديد في حياتنا. But we keep doing the same old thing ourselves. لكن بنفضل نعمل الحاجات اللي إحنا بنعملها طول عمرنا. We want God to change our circumstances. عايزين ربنا يغير الظروف بتاعتنا. Change everyone around us. يغير كل واحد حوالينا. But we don't want to change ourselves. لكن احنا مش عايزين احنا نتغير. We want God to change our husband, our wives, our children, but we don't want to change. بنبقى عايزين ربنا يغير مراتي ولا يغير جوزي ولا يغير اولادي، لكن انا مش عايزه اتغير. Let me tell you, if you change first, your children will change, your husband will change, your wife will change. صدقوني لو احنا اتغيرنا ازواجنا هتتغير زوجاتنا هتتغير اولادنا هيتغيروا. If you want to ask God for a new wine, you got to become the new wine skin. لو احنا عايزين الله يدينا خمر جديد لازم نحط وعاء جديد للخمر الجديد. And also you know Elisha was raised in a region in Israel called Abel Mahola. إليشع كان ساكن في مكان اسمه أبل ماهولا. And the English of the Hebrew word means meadow of dancing. معنى الكلمة دي بالعبري في الإنجليزي المكان في الرقص. It was one of the most fertile area of the River Jordan. وكانت المنطقة دي في الأردن أرض زراعية خصبة جدا. And Elisha's family have a very profitable farm. وكان أهل إليشع عندهم أراضي والأراضي بتجيب محاصيل كتيرة. They have rich family. كان عنده عائلة غنية. How do I know? عرفت إزاي؟ Because most family. لأن معظم العائلات. Only have one cow, one ox, one pair of oxen to plow the field. بيكون عندهم بقرة واحدة. العائلات اللي في المستوى العادي عندهم بقرة واحدة. How many oxen did Elisha have? عنده كم بقرة؟ 12. 12. You got to have a big farm to need 12, isn't that right? علشان يبقى عندك 12 بقرة لازم يكون عندك مكان كبير. So he was a wealthy family. فهو كان من عيلة غنية. And all this was his to inherit. وكل ده كان هو اللي هيورثه. So burning the plowing equipment was not just quitting his job. فهو لما حرق كل المواد الحاجات اللي بيستخدمها للزراعة مش بس ان هو بيقول ان انا ماشي. It means you're no longer inherit. معناه كمان ان انا مش هاخد الميراث بتاعي. So he's resigning as the CEO of Elisha Farm Company. فهو اتنازل وهو يعني ساب العمل بتاعه كأزا CEO للهيرتنس بتاعه. And he gave it all up. وادى كل حاجة ادى كل ميراثه ادى كل شيء لده. To become an intern. علشان يجي ويتعلم تحت إيليا. He was 200% committed. وهو كان 200% committed يعني 200% ملزم. And he gave him the bonus to ask God for one thing. وكل اللي سأله من ربنا سأل ربنا حاجة واحدة.
a double portion of Elijah's anointing. قال انا عايز منك يا رب مسحه مضاعفه من مسحه ايليا. And God gave it to him. والرب اداه له. During his 60 years of ministry. ووقت ال 60 سنه اللي هو حكم فيها او هو كان خدم فيها. The Bible recorded Elisha performed 28 miracles. بنشوف ان ايليا عمل 28 معجزه. And Elijah performed 14 miracles. لكن إليشا عمل إليا عمل 14 لكن هو عمل 28. Exactly double. وبالضبط الدبل بالضبط الضعف. So what gave Elisha that holy bonus to ask for double portion? إيه اللي خلاه عنده القدرة إنه يطلب من الرب مسحة مضاعفة؟ I think it's the simple fact that he committed himself 200% to God. إن هو إدى نفسه ألزم نفسه أعطى نفسه بالكامل للرب مش بس 100% 200%. Elisha could have lived his whole life in the dancing meadow. كان ممكن يعيش كل حياته مرتاح. In الأرض his... بتاعته خصبة والمكان بتاعه حلو للرقص والمتعة. In his comfort zone. في مكان راحة. You can also play it safe. أنت ممكن تقول أنا برضو هبقى في النص. Instead of stepping it out for faith. بدل ما تقول أنا هترك كل شيء بإيمان. Instead of serving the Lord. أنا هخدم الرب بكل قلبي. Instead of serving the poor. بدل أنا هخدم الفقراء بكل ما أملك. You can just play it safe and stay at home and in your comfort zone. ممكن أقول أنا هقعد في البيت وربي عيالي وهو اللي أقدر أعمله أعمله. You can keep plowing your fields. ممكن إنك تقعد تاخد بالك من حاجتك والشغل بتاعك. Instead of following the call of God. وما تبقاش بتسمع لصوت الله. But you know you'll be forfeiting 28 miracles. تخيل إن أنت هتكون كده بتضحي بتمني بمسحة مضاعفة. I mean it's difficult. I mean to imagine burning our ships. صعب إنك أنت تحرق كل حاجة وراك عشان ما ترجع لهاش تاني. Because we cannot see the way to cross the Jordan River. لأن إحنا مش شايفين هنعدي إزاي هنروح للحتة التانية دي إزاي. But if you have the courage to burn the ships. لكن هو كان عنده الشجاعة إنه يحرق كل حاجة ممكن ترجعه. God will part the river for you. لو أنت أخذت القرار ده الرب هيشق البحر ليك. And God Himself will give you these resources. والرب هو هيدي لك كل المصادر عشان تقدر تعبر للحاجة الجديدة. And God will get all the glory. والرب هيجي له كل المجد. So today. النهاردة. As we close this sermon. وإحنا بنقفل مع بعض اجتماعنا. Jesus is still looking for people. الرب بيدور عليك بيدور على ناس. To follow Him. علشان يتبعوا. Come follow me Jesus. بيقول صوته بيقول لكم تعالى اتبعني. It may involve risk. ممكن في تبعيتنا ليه في مخاطرة. It requires sacrifice. ممكن يكون في تضحية. Pain. ألم. Difficulty. صعوبات. But today. لكن النهاردة. Those that follow him. كل من يتبع يسوع. You will save your life. انت هتخلص نفسك. You will live a life that Jesus has promised, an abundant life. هتعيش الحياة اللي وعد بيها يسوع، الحياة المملوءة بالفيض. You will live out your destiny. انت هتعيش دعوة الله ليك، هتعيش الحياة الأفضل. But it is your choice. لكن ده اختيارك. You can stay in your comfort zone. ممكن تعيش في مكان الراحة اللي انت عايش. Or you can move out to the hurting world. أو ممكن إنك تطلع وتساعد الناس التعبانة. And share the love of Jesus Christ through what, through your own life. وإنك أنت تشارك محبة يسوع بحياتك. Jesus is still looking for people to follow him. يسوع عمال يدور على ناس. In this city. في المدينة دي. In this country. في البلد دي. Right here in this church. And I believe. وأنا أؤمن. This church. إن الكنيسة دي. And all of you sitting here tonight. وكل واحد قاعد بيسمع الرسالة دي النهاردة. Will impact the whole country. هتكونوا مؤثرين في هذا المجتمع وفي كل البلد. For the glory of God. لمجد الرب. Just have the courage to surrender yourself. تشجعوا.
ولا تخافوا اللي قطعتوا كل حياتكم بالكامل. To the Lordship of Jesus Christ. ليسوع المسيح. There's no telling what God can do through this church and through this congregation. أنا مش عارف مش قادر أشوف إيه اللي ممكن الله يصنعه بيكم بكل أعضاء هذه الكنيسة اللي عندهم استعداد ياخدوا الخطوة دي. In American church history. في الهيستوري في تاريخ الكنيسة الأمريكية. There was a great evangelist called D.L. Moody. كان في واحد اسمه مودي كلنا عارفينه. He left a legacy in his generation. هو ساب أمر عظيم جدا للأجيال تتعلمها منه. He brought great revival worldwide during his time. هو عمل revival نهضات في العالم كله. Even hundreds of years, over 100 years after his death. تقريبا بعد 100 سنة بعد ما هو مات. He has the Moody Church. كان عنده كنائس باسمه Moody Bible Institute. Moody Bible Institute. He left an amazing legacy. وترك تاريخ وميراث عظيم للكنيسة. But it all started with a call to consecrate his life to the Lord. لكن كله ابتدى بدعوة للتكريس وكرس حياته للرب. And D.L. Moody said these words. ومودي قال الكلمات دي. The world has yet to see what God will do. العالم لسه هيشوف إلا الله ممكن يصنعه. With and for and through the man and lady who is fully and wholly consecrated to him. العالم هيشوف ماذا يقدر أن يصنعه الله لكل واحد عنده استعداد أن يكرس حياته بالكامل ليه. The world has yet to see. العالم لسه هيشوف. What God can do in Iraq. اللي الله قادر على صنعه في العراق. Through the men and ladies here. من خلالكم أنتم في الكنيسة دي. Who is fully and wholly consecrated. ببداية التكريس للكنيسة والكل عدو فيها. And that can be you. وده ممكن يكون أنت. Let us pray. خلونا نصلي. Our heavenly Father. يا إلهنا. We thank you for this group of congregation. بشكرك رب على الكنيسة دي وأعضائها. You are going to use them mightily in the kingdom of God. أنت يا إله على مملكتك. They will be the one to spark the revival in the community. المجموعة دي أنت اخترتها عشان تبتدئ عمل عظيم ونهضة عظيمة في بيوتهم الأول. In the city. وفي المدينة. In the country. وفي البلد كلها. And we thank you for that. ونشكرك يا رب من أجل هذا. Give them the courage. اديهم الشجاعة. Give them the heart. اديهم القلب. To follow you. إنهم يتبعوك بالحق. And consecrate their life to you. ويكرسوا كل حياتهم لي. 100%. 100%. We thank you for their faith. نشكرك يا رب على الإيمان. And we thank you for their faithfulness. أشكرك على الناس المؤمنين بي. Bless them. باركهم. Guide them. ارشدهم. Be with them each step of the way. خليك معاهم في كل خطوة. And we thank you, Lord. وبنشكرك يا رب. In Jesus Christ's name we pray. باسم الرب يسوع بنصلي. Amen. Amen. حب أقول لكم على حاجة. الكلام اللي بيتقال ده مش كلام. في واحدة هنا في وسطيكم وواحد في وسطيكم ادوا حياتهم بالكامل وضحوا بكتير. في واحدة هنا في وسطينا يمكن مش هتحب ان انا اقول اسمها. الرب دعاها قال لها سيبي بيتك وسيبي شعبك وسيبي اهلك وسيبي مستقبلك وسيبي الحياة العادية انك ممكن تتجوزي وتعيشي في سعادة وهنا وفرح وتعالي بلد غريبة وخدمي اللاجئين فيها. انا اسمي نانسي روجي. انا من القاهرة. عايش في القاهرة وجيت في كردستان. ده مشوار طويل قوي. ربنا مشي معايا. كانت بدايته في اجتماع صلاة سنة 2003 وقت السقوط بتاع بغداد. كنا في اجتماع صلاة وكان بنصلي من أجل العراق. وقتها أنا ما كنتش بفكر خالص في قضية الإرساليات ولا السفر ولا أي حاجة. لكن لقيت نفسي
بصرخ على البلد دي صراخ غير عادي، ببكي عليها، بصلي صلاة أول مرة صليها، ما كنتش فاهمة وقتها إيه اللي ربنا بيعمله جوايا وقت السكوت. قعدت فترة كده وأنا مش فاهمة إيه اللي بيحصل، لغاية ما ابتدى ربنا يكلمني بشكل واضح جدا عن البلد في 2006. قاعد يكلمني بصورة واضحة جدا عن البلد وعن أنه أنا عايزك تروحي هناك، عايزك تكوني بتسافري للبلد دي. قعدت وقت طويل مش فاهمة، ولكن ربنا في كل وقت كان بيأكد لي صوته بشكل واضح ليا شخصيا أو عن طريق ناس تانية بيصلوا معايا، بيأكدوا لي نفس الدعوة ونفس الرؤية. جت على مراحل ان انا كنت بعمل مدرسة وكان ليها اوت ريتش في 2009. جيت تقريبا 15 يوم في اربيل. كان فارق معي قوي انه لما جيت انه فعلا انا شايفة انه هو ده المكان اللي ربنا بيكلمني عنه. فارق معي قوي انه اجي اشوف الناس اللي ربنا كلمني عنها لسنين طويلة. ده كان في 2009. قعدنا فترة صمت طويلة قوي لغاية 2016 تقريبا. وجيت مرة تاني في 2016. كان وقتها مع الأسيس صفا ويليام والأسيس جوزيف ويليام. جينا هنا في دهوك في الكنيسة هنا، جينا تقريبا أسبوع. وقتها بقى اتقابلنا مع اللي هم ناجين من داعش، البنات الناجية من داعش، والكمبات رحنا كمبات وقتها. جينا في الكنيسة هنا وشفنا الناس اللي جايين من الموصل. فكان في كل مرة كانت الصورة بتوضح أكتر. في 2016 كنت بقول لهم سيبوني انا مش عايزه اروح تاني. جدا كانش جوايا غير صراخ ودموع على الارض وعلى البلد وعلى البنات اللي اتأذت كتير، على الشعب اللي اتأذى كتير. كان دايما ربنا بيقول لي الايه بتاعت روح السيد الرب عليا لانه مسحني لبشر المساكين لاعصب منكسر القلوب. أشعياء 61 كان دايما ربنا بيكلمني فيها انه انا دعيك الدعوة دي. قعدت اصلي للبيت وقت طويل قوي، ما كنتش في البداية متكلمة معاهم عن الدعوة والرؤية. قعدت تقريبا من 2006 لغاية 2016 ما كنتش محكية كتير، بس هم كانوا فاهمين ان ربنا مكلمني في دعوة خاصة وعن السفر. بس طبعا كأي اب وام خايفين عليا، رافضين تماما انه اكون بتحرك لوحدي. 2016 ابتدينا نفتح بقى الموضوع بشكل واضح جدا بشكل صريح انه انا ربنا مكلمني على العراق. فكان رفض طبعا شديد قوي في البداية، لغاية ما ابتدينا يعني انا سبت ما اتكلمتش تاني. لكن ابتديت اصلي وقت طويل. كان المفروض اتحرك في 2017 اجي هنا، بعدين حصلت شوية ظروف، المطارات اتقفلت، فالورق اتعطل بتاعي. لغاية ما ربنا حركني في الوقت بتاعه هو. انا جيت هنا الكردستان 3/8/2018. انا جيت هنا بخدم وسط اليازيديين، بنات الناجيات من داعش في كامب اسيان. بنعمل ليهم كذا حاجة، بنعمل ليهم دعم نفسي، بنعمل ليهم كورسات، حاجات مهنية، اكسسوارات، بنعمل ليهم، بناخد ناس يقدروا يساعدونا نعمل لهم كورسات انجليزي عشان نقدر نطورهم ونقدر نخرجهم بره الإطار اللي هم عايشوا فيه وقت طويل قوي. ربنا شجعني انه انزل كمان الخيام، اعمل لهم زيارات جوه الخيام، اقعد معاهم، ناكل مع بعض، نحكي مع بعض، نتصاحب على بعض. وربنا يعني فعلا فتح ابواب كتير قوي للامر ده، وازاي انه من خلال تواصلي مع البنات انه يبتدوا يسالوني عن المسيح وعن المسيحية وعن ايه هو الصليب، وابتدينا نحكي معهم بشكل واضح قوي. ده في كامب اسيان. كمان بشتغل في او بخدم في كامب تاني، او مش كامب، قرية سيجي برضو وسط الاطفال اليازيديين. بنخدم معهم بشكل مختلف شوية، بنديهم مثلا برنامج توعية اجتماعية، بندي عن اللغة العربية، بعلمهم لغة عربية ومن خلاله كنت بوصل رسالة. ومرة عملت مع كان بنات سن كبير شوية، عملنا معهم العلاج بالفن. اشتغلنا معهم، هو عبارة عن 8 جلسات
ازاي اقدر اخرج من البنات مشاعرهم من خلال الرسم. هي مش بتحتاج انه يكونوا هم فنانين كبار، لكن بنقدر من خلال اللي بيعبروا بيه على الورق بنقدر نفهم من خلاله نفسيتهم ايه. طبعا كان في حاجات بالرسم، كان في حاجات تانية باساليب تانية، كان في حاجات بنجيب جلاس نكسره قدامهم ونقول لهم دي حياتكم اللي حصل فيها، هتقدروا تصلحوها ازاي وهتقدروا تعملوا فيها ايه. كانت ردود فعل غريبة من البنات، مختلفة، كل بنت ليها رد فعل مختلفة، ودول مش ناجيات بس برضو عدوا في أزمات وهربوا وشافوا الحرب وهربوا فوق الجبل، قعدوا بالأسبوعين فوق الجبل بدون مية بدون أكل بدون أي حاجة، فعدوا برضو في أوقات صعبة قوي. في بنات ما قدرتش تتكلم خالص، في بنات قعدت تبكي، بس قدرنا ان احنا نوصل لهم رسالة واضحة قوي ازاي انه حتى لو حياتنا اتكسرت لكن الله بيشفيها. قدرنا برضو نوصل انه ايه مكان الامان اللي انتوا شايفينه، ايه المكان الامان اللي انتوا حاسين بيه. فرقت معايا واحدة من البنات اللي كتبت، احنا قلنا لهم ارسموا، فهي راحت رسمت كلمة الله. فقلت لها طب اشمعنى كتبتي كلمة الله؟ قالت لي ده مكان الأمان بتاعي. بشكر ربنا من أجلهم كتير، بشكر ربنا من أجل صلاتهم ومن أجل صلوات المؤمنين. الكلام ده حقيقي، في ناس بتسيب بلادها وشغلها وعملها علشان ييجوا يخدموا الناس اللي هنا في البلد اللي محتاجين، الناس اللي بيعانوا. والكنيسة هنا مدعوة إنها تكون في أماكن الخدمة. الله بيدعوك، ده بلدك، ده بيتك، ده ناسك. ممكن تكون انت اتعرضت للاضطهاد، اتعرضت للاضطهاد، هتساعد المضطهدين ولا هتبعد؟ انا كأم، انا كل اللي انا بعمله ان انا اقعد في البيت اطبخ وربي العيال وبس وخلاص، ده جزء من مهمتنا، لكن مش ده كل مهمتك. انت عليك انك تخرجي وتاخدي ولادك الصغيرين ويشوفوكي وانت بتخدمي برا، ويشوفوكي وانت ماشية بتقدمي خبزك للجائع. العيل هيتعلم ازاي الطفل الصغير ده لما يشوف امه مدياله كل الوقت، ابوه موت نفسه في الشغل عشان يوفر له كل حياة حلوة، بيقول له انت اناني، انت هتكون اناني، عايز ابوك وامك ومجتمعك الكل يشتغل عشانك. لكن لما الام الحكيمة تاخد طفلها تعالى نروح نزور نشوف مين عيان ونخدمه، ويشوف الطفل ده الام اللي مهتمية بيه بتاخده بتوريه يعني ايه الخدمة الحقيقية. تعالى نروح الكامبات وروح معايا، ودي يا حبيبي اللعبة دي، اللعبة دي بتاعتك انت لعبت بيها كفاية، تعالى نديها للاجئين، تعالى نديها للاطفال اللي ما عندهمش حاجة، ويشوفوا الام اللي بتبذل كل حياتها عشان الطفل ده، ام عطاءة، ام خارجة للخدمة، ام مش بس بتدور على بيتها واولادها وبس، ام بتدور على اولادها علشان يكونوا مثمرين في المجتمع. اوعوا نفكر ان حياتنا بس كستات اقعد طول النهار في البيت انظف واطبخ واعمل عيالي واعمل لهم، ده مش ده دعوتك. دعوتك انك تعملي كده، لكن جنب كده لازم تعلميهم بطريقة عملية يعني ايه الخدمة. احنا كرجال مش بس ان انا اعمل فلوس عشان عيالي يبقوا اغنياء واجيب لهم احسن اكل واحسن شرب، لكن اعلمهم بالفلوس دي عشرهم واكتر من عشرهم، تعالوا نشوف حد فقير محتاج، تعالوا نخرج نساعد حد، تعالوا نعمل حاجة. الكنيسة مسؤوليتها الاولى اللي حصل في البلد، مش الناس الغرب اللي يجوا من بره عشان يساعدوا الناس اللي هنا وناس الكنيسة قاعدة مرتاحة. أول دعوة هي الكنيسة تخرج، ولما الكنيسة تخرج العالم كله هيتحرك ناحية الكنيسة. دي التبعية، هضحي بيوم، هضحي بسبعة أيام، هضحي بنص يوم، لكن لازم يكون في تضحية، مش بس كل حاجة يبقى لها مقابل. بنعلم الأجيال الجديدة إيه؟ بنعلم الأجيال الجديدة إيه بحياة عملية بنخرج فيها للخدمة مع أولادنا يشوفونا بنعمل إيه؟ آمين.
صفات الإيمان، عاملة بيديها تشتغل بإتقان، آنسة هي كانت أو جدة أحفاد، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان.